هذه الطفلة حديثة الولادة ماتت من شدة البرد، وكانت ضحية لواقع مأساوي تعيشه عائلتها النازحة، فقد غادرت المخيمات بعد إغلاقها قبل عدة أشهر، ولجأت إلى هذا الجامع المهجور لتعيش فيه. جمدت من البرد، ها والجامع، ها ماكو يعني شيء يعني يجيبه، يعني جمدت مكان بالمخيم نازحين، ها وجينا جاي. أنا رجال موظف. نعم، وين سكنتوا من جيتوا؟ ها جينا جاي على حمامي مدير ناحية وكله. سكنونا خلف الله عليك وعليهم. نعم، نتكلم عن المسكن مالكم حاليا. حاليا بارد. ماكو يعني حطونا من داخل بس بارد حيل. لا غاز ولا شيء وجمدت مكانه. دون وقود أو وسائل تدفئة، تقضي العديد من العوائل النازحة شتاءها، فيشتد عليها البرد ويشتد صمتها أيضا. ولا تستمع الحكومة لأصوات هذه العوائل حتى يكون صوت الموت بديلا عن أصواتها. والله لا عندنا بطانيات ولا عندنا غاز ولا عندنا كل شيء، ما عندنا. العجية ماتت من البرد. إيه بطانية واحدة عند غطية. ما عندنا كل شيء، وهذا العجية ما يمشي. والله ما عندنا مكان، ما عندنا بيت. وهم وربيعة. وين نروح الربيعة؟ ما نقدر، حتى ما عندنا بيت بالربيعة. دفنت الطفلة في هذا المكان ليكون قبرها شاهدا على حقبة زمنية صعبة بدأت باحتلال الإرهاب للمدن، ومضت باتجاه الإهمال والتهميش الذي لا يعلم أحد متى سينتهي. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.